ايوه سعد. ايوه يا استاذ ادهم، هو اتحرك وراك تحت، تحب اكبس عليه ونمسكه؟ لا لا سيبهولي، ما تعملش اي حاجه، روح انت لعم صادق عشان ما تاخرش على شغلك. اعود كيف؟ عم صادق منبه عليا ما سيبكش الا ما اطمن عليه. اسمع الكلام يا سعد، قول لعم صادق ما يقلقش. روح. حاضر. مش هتطلع من هنا غير لما تقول اللي تعرفه. فين اخوي؟ وايه اللي بينه وبين علام؟ ما عارفش. لو كنت فاكر ان علام هينجدك من يدي تبقى غلطان. ما عارفش حاجه. يبقى انت اللي جبت روحك. هتعمل ايه؟ اولع فيك. ما انت مالكش ديه عندي. حرامي دخل يسرق، ولعت الحريقه في 60 داهيه، كلب وراح. انطق. هقول لك اللي عارفه. قول. اتكلم. رئيس علام لقي خزنة المكتب مسروقة، ولما فتح الكاميرات لقي ان يحيى هو اللي سرقها. رئيس علام كان بيعامل يحيى كيف ولده تمام، خلانا نقلب عليه لوكسور لغاية ما اعترنا فيه، ولما لقيناه ربطناه وغطسناه في المية عشان يقول مكان الحاجة اللي سرقها. قتلت اخويا يا ولد الكلب. لا طلعناه تاني من المية. بس بعدها الرئيس علام جاله تليفون فخلانا ناخد يحيى ونحطه في عربيته ومشي بيه ومعرفش راح بيه على فين. بس بعدها بكام يوم لقيته بيقول ان يحيى هرب منهم. هم مين اللي كلم علام؟ خد اخويا عديهم. انطق. معرفش حاجه. انا اللي اعرف قلته. معرفش حاجه والله. فين اخوي؟ معرفش. ازاي ما تعرفش فين اخوي؟ معرفش. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.